سيد الرئيس واضح. تفضل محمد دواخير. هذا ما ذكرتوه، هذا مالي قط مره قام عليهم وقاعدين نعدل لك ونعدل لك. انت مشكلتك شنو انت مالي هذا؟ مشكلتك شنو انت مالي يا اخي؟ الرويضة الرويضة هذا، هذا واحد من الرويضة عرفت ما هو كان محبوس. ايه شوف شو تالي راح لي بالك. اسمعني كلمات حق اقرا فيديو محمد طارح لك البال، طارح لك البال وطارح لك كان صنت لك صنت لي. شو اولا انا ما طلعت معاك ندود المشاكل، هاي النقطه الاولى ده واضح لك. النقطه الثانيه اني انا كنت محبوس صنت لي والله شيء ثاني. انا ما رصف على رواقش، انا قط علقت لك تعليق عادي في تدعي لي ده واضح لك. تعليق انت قط حنقول لك، حنقول لك كايس تراك تبان عتراج المطابق ارسلت لي نقول لك انا شوف تعليق واحد قطعت فيديو، قطعت عدد فيديو انا شفت ذاك فيديو ذاك معدل على السبب انك استنيت تال فهمت الناس وقدر اجي وانا كنت انا نعدل لك نعدل انا ما قد عدل لي رقاش. شو تال فهم لي نقول لك صنت لي نقول لك تال الطالب في كندا واضح لك ونحن في موريتانيا ما واضح. انا طلعت لك لين تكلم معاك كلام رقاش محترم ما واضح كلام رقاش صالح قابل قابل صنت انت قاعد ما عندك ما تقبلها خليك لي او سنتيرات وتشبه على الفيسبوك او السيد الرئيس احترمك انك اكبر من صنت لي اطرح لي بالك صنت لي ايه انا محترمك انك رئيس صنت لي تقول له انتم بتسي السيد الرئيس انتم اللي تعرفوا بلوعات تقول له بتسي لا تقبل السيد الرئيس صنت الجو تالي سيد رايز لا تقولوا بيش السيك سيد رايز تالي تتعرف مشكلتك يا أخي تالي حقبات سيد رايز لك صالح تالي انت تعرف مشكلتك شنو تالي صحنا الاسحاب يا رب بيش مشكلتك لك تالي انت صنت ايه حنقول لك تالي انت تعرف مشكلتك شنو يطول عمرك انك متعاقب عليك فيسبوك وزي الوان ومتعاقب عليك هذه القنوات عايزين مستضعفوا من الناس انت تخلص خلاص بعد انت عايش الرومانسيه على وسائل التواصل الاجتماعي تالي افهم روايه انت شيباني ونحن فرع علينا نحترمك صنت لناك شيباني اطرح بالك واضح ولا تم تدعي للناس ولا تم انا طالع لك صنت لي انك رقاش محترم اكبر مني صنت اللي نقول لك تالي يا اخي سيد الرئيس اللي يقول سيد الرئيس انا لين صنت الكلام بنادم انا ما قلت له كاع شي خاسر انا طالع عليه يسلم عليك حقيقه انت بتسيتو يا اخي افهم ان اول شيء اول شيء فيسبوك من نفسه الرئيس هو بتسيت هو انا ما قلت كاع يطرح لي بالك الراجل ما ولا اداره الفيسبوك اللي تعود اي رجاج لا يفتح كونت لا يتشرط عليه شهاده العقل تعود ما فتحت لك كونت بك اللي بديت له بتالي ريم وسامي المراهقين انت شيباني والحمد لله قطع عدلت الرياضة وقطع عدلت سيد الرئيس هو عاقل يمكن مرة افتح سيد الرئيس تفضل سيد الرئيس وتو خليك لي وانا مصنف لكم محترفة سيد الرئيس حط الرد يمكن يبرا فيك سيد الرئيس تهل يا ريبا هاي طاي قاضينا مولي جنبه والناس شاكي عنهم كلامه وعندهم علم الكلام مسلمين سترك صغيرين قالوا بلاد السعادة يقول لك هذه بلاد الكلام وانهم كلام يا ابويا فاطمة في زي الوان وفاطمة في الفيسبوك سمعتني وانا ما ينقعد النوع من الكلام مثل انت طفيل صغير اخوتك تكبر منك يجري وانا في الوادي لا واضح لا كايس اصمد اصمد انت قد حد جاب لك صنتري انا صنتري انت قد حد جاب لك صنتري انا ماني صنتري صنتري من النوع من الكلام طايح لا تقول لي شو تالي تالي انا ما قلت لك كلمه خاسره شو تالي ايه ايه اثرك مجنون صنت لي ويجاوز لك ياسر صنت لي نقول لك ايه اصمد فينك يوضعني اللي انا قاعد اللي ساكت لك انت تسيء في علاش قدام الناس اليوم اخباري منك تقول لي الكلام الخاسر يوضعك ويوضعني انا قاعد اصمد يوضعك ايه مجنون واضح انا كمربي انا اقول لك محترم ايه ولا تترص على رواقيش ومجنون وفيك يهد الخلاف سمعت ولا راك رئيس ولا راك بعره سمعت ولا عندك راس في هذا العقل مره تقول لنا مدرب مره تقول لنا مره تقول لنا ما نعرفش مدرب ورئيس مرشح محترم باه يتكلم معاك واضح ويجيك كلاكاج باسلوب محترم تقول لك كلام خاسر ولا انك مناضل ولا انك بعره اشبه بعد منك في عدان سبقت السلام عليكم اشبه منك اشبه منك
ابويا فيك فضيمه فيك فضيمه فضمه في كلام فيك معناه ومجنون تو راك عليك مولانا انه ضبب لك الحرق اللي في الفضاء الازرق تو وهو جاملك واحد ثاني يقول لك الرئيس ويقول لك الوزير وخير السيد الرئيس سالري ما خير السيد الرئيس سالري الرئيس كيف سمع المناظرين؟ الرئيس كيف سمع المناظرين؟ ما هو مناظر ما هو مؤخرته رواي بضع ما هو مناظر ما هو انت مشكلتك انك واقف انت ترى مشكلتك شنو؟ حان قول لك انك مالك مربي ولا عندك ربع بال وقجل كبار اصلا اخلاقك صفر ما تقول له صغير انت كبرك ولا صغرك ما انت اول حد عنه انت ما عرفت حد عليك الدبش ولا هم عاد عليك فصاجه وشهاده في العقل ما عندك يا ثاني الكلام اللي تقول انت انا اصغر منك ما نقدر نقول على وسائل التواصل الاجتماعي انا ساك عني من الناس تأدب مع الناس الرويخي انا انسان رويخي ولا يحترم الناس اللي كبار منه سمعوا لا الكلام انت انا مالي خاسر احترمتك تقول لي الكلام الطايح خلينا نقول لك ما هو الكلام ثاني انت ايش تقول لي ما هو الكلام يخزيك لا انت سمعت ولا انا خزيت يوضعك ويفضحك منك الفراحه ما تضر من شيء شيء باني الساعه الثانيه طالع على وسائل التواصل الاجتماعي تقول لي الكلام خير خاز وراك تضر من شيء صرت اكلم مصاب انت قد كرست حد ما حدك تلعب بلو انت مصاب نقولها لك وتقول لك المخاسر طبعي في مؤخرتك حضرتك تقول انا نمرك سيد الرئيس انا طالع عليك سؤال انت اللي انت مجنون جاي الموالي وتعاقبني في الطريق انت وجميعك معاه هو من هو انا ايه سلام على شو تال ايه اسمه ايه يبرك الواقع تال انا ماني في كندا صنعت في تسليبي حد في القارب طويلة ولا انا في البلاد الثانية واضح لك جيت في كندا وهرب الوخزي جيتو انا بعد هنا نهرب نهرب على المليون زويد حمد حمد اسكت خلي الرئيس يتكلم اعطيني نعطوك كلام تفضل سيد الرئيس حامد انا قاعد انضحكني انا قاعد انضحكني شو باقي انضحكني انت قاعد تتصفح انا ما ادري انت الرئيس انا بعد فيك انت الرئيس صاحب الفخامه مسلم ولحماته اتكايس انا لا شو حامد لا ينبرهن لك انا شوف انا انا اتقني في الفوتبول والله يكذب شد انا بيه انا قاعد ما عرفت انت شنو انت مره واحد مطارع ومره عندك سيد كبير حمد خلي الرئيس يتكلم حمد 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 اعطيه اعطيه الكلمه للرئيس حمد حمد يا جماعه حمد اعطيه الكلمه للرئيس حمد رينا اعطيك المجال حمد انا اعطيك المجال حمد رينا اعطيك المجال برضه اسكت عن السيد الرئيس يتكلم السيد الرئيس بالمناسبه راهو قابل الدوري مع فريق وطني وكان يدرب هون في الدوري والسيد الرئيس من اوائل الناس اللي امنت كره القدم مع احمد اليحيى عزيز بقربال موسى خيري لا الحق ارها مجال رياضه ولا قطعني شدلوا به السيد الرئيس من الناس الاولى اللي هاجرت شهر فرنسا من الان ما يجي فيه كلام الرويبضه وهو قال عن الرويبضه يردهم لا باخلاقهم الين يقول لهم مؤخرات الين ينزل المؤخرات ينزل معاهم الين يتكلموا كلام محترم يتكلم معاهم تفضل السيد الرئيس على العموم انا لا لقي نعت لك على اني جسوي زان ناطقني اخذ فوتبول وقال لي ما عرفت انا شو شوف بويا انا نقول اني انا ناطقني اخذ فوتبول انا خريج كلير فونتين نعرفك ما تعرف فبيك اللي مستوى على زي الوان رجاج واحد زي الوان ما يعرف واحد فيه لا انت اللي عايش الرومانسيه قدام الشوابي خلوا السيد الرئيس يتكلم احمد اللي يتكلم احمد اللي يعطيك تحقيق احمد اللي يعطيك تحقيق تفضل سيد الرئيس لو اسمح لي سيد الرئيس واصل ورانا شوف حارس لا ينقطعوا بالروايه واحده صنتني لا ينقطعوا بالروايه واحده قدام الناس كامله راني موجه تحياتي واحترامي للسيده الاولى اللي بزروا هي وتركته ويسمحوا لي بعد قلت لكم وخير الرابيه ذيك سيدي وخير قدام لاك ما وصلكك من جلد تريت يجلد لانك تقديت مع الرويبضه ريت يجلد تفضل سيد الرئيس صمت تفضل ضرب يجلد انا بريح نقعد واصحاب خليني نفوت نخطو للمؤخره الله يسلمك نقول لك عاش سيد الرئيس صمت لانجويج شوف بويا ما هو فخر هذا نعمة مولانا قال ما بنعمة ربك فحدي احنا نحدد بالنعمة والله تبارك وتعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد معناها المسلم حد تزاد بيش انا لقيت علني انا انترينير انا خريج كلير فونتين اكبر مدارس كرة القدم في العالم والله والله واضح والله لقيت علني نتكلم في الاقتصاد انا ايكونوميست ولابو ام بي اي هنا تياف اشوف يونيفرستي في الولايات المتحدة الامريكية ولقيت علي الأعمال أنا رجل أعمال نزلت مع الموريتاني من الواقع 12 سنة كنت رجل أعمال وكان عندي شرايط وكان الموريتاني يشتغل عندي ونصارى رويبضة سيد الرئيس كايس
اسمعناني ترى سابق الرويبضة والله عاقبهم راجل اعمال الرويبضة الرويبضة ذيك ساعة ما زالوا يسكوا بالحموم هو يقول مشعور في دراي هو يقول عني انا قوم يديروا الكاس وانا ضحكت كنت غيب يا من وزن فرنس غير شوف على العموم انا السبب نقول الكلام الخاسر بي اللي دايم نظهر لك طبيعته الشبابيه الحقيقيه واندفاعه وهو جاني بطريقه مؤدبه ومتكايسه فانا لعبت له بكاتروا تروا لعبت له بلوفونسي ضغطت عليه ما اعطيته نفسني واخذت خاسره كامل يبقى يقول وقام يبربر قال الكلام الخاسر لان عاد لك انا كوما مارس الضغط من الانسان ظهره بذاك اللي كان وياه هاك بعد سيدي واضح مدرسه يورجن كلوب نقول له شت هو الكلام الخاسر ما هو زين يا قيل ملي يا قيل رقاج نين يسلط عليك ويا ظلمه ما يعرفك ما يعرف الحادثه ولا يعرف اسبابها ولا هو ينتفس لواحدين اخرين يقوم يظلمك انه هو واحد من الساحل منتفس لواحد من الشيري ولا من الساحل هذا ما هذا ما يعدل ولا هو زين وهذا هو اللي شايف عليه هو اي تخرص له فيديوهات وعي يتكلم على الواقع وعي يتكلم على امور حقيقيه وانا ما قادر فيه وكيف تلا. تلاك اللي في كندا شو تالي حاني ماني مقاطعك شو تالي انا ما رصفت لك سنه خلي حمد لا تلا يتكلم حمد لا ترد عليه سجل النقاط حمد سجل النقاط تفضل سيد الرئيس صرت عليه رقاش اكبر منه وما قد قالوا كلمه خاسره يقول له انا كنت انا نطحن في فيمك والله نعدل لك والله نعدل لك فهذا هذه ذاك الثقافه العاد سايده هو قال عنك قوس ماك تقبل اسم تالا ريم عنه اسم حد شافه يعرف عنه قابل حد مجنون تالا تنقال للعتبه وعتبه بالعرب وتالي انا كنت انت تعرفني قال لي تالا صحيح انت من راسك تعرف نعرف يقولوها لك قالوا كامل يا وليد عمي انت قاعد مشكله ما تعرف انا قد منين قد منين يا اخوان تاو رد معاك تشجعك هاي ديما علينا كثير ماشي في الاول اختصار الموريتان الريم اختصار الموريتان ده واضح الريم يعني عاد شينا عندكم قاع تال ريم اللي قاع كونت في زاد على 100 الفرقاش جمدتوا فتحت لكم واحد اللي احمد سامي احمد المتوفى ده واضح معلومات سيد الرئيس سيد الرئيس خارق روايه سيد الرئيس قلت لي ساكت سيد الرئيس هو بدا بالتهجم عليك نحن نبدا نسمع حق الرد لان ما يصح رئيسنا اللي مؤيدين واللي نبقوه راجل اعمالنا نتفخروا به يعود ينقالوا لنا الكلام ولا يرد هو اكبر روي بضم لك ليلى نقلع عنك استحسن الا وخير حتى انا رئيسي مالك اللي تسيبورتي جيرمان ودايرين يدي معك بتقرد قلنا الله يعطيك الخازن وخلي يطيوا حق تفضل في البداية انا مرضعين يسمع لي من الساحل في هو في انا وخير وخير اولا بعيدا عن جهويه واهل الساحل واهل الشرق محمد بويا مني احمد اصمد ايه حاني تواصل كلامي تالي هذا الترافي نحن كبار من سنين واضح واجب علينا نقربوا وفرض عليه عود لنا قدوه ولا يلا عود لي يقول لك كلام طايح بك اللي انت مشقر نحن انت تخرصك شوابين قد دباتك وتخرصك وصرت هو شيء طبيعي حاني شوف ليش شيء طبيعي انك لين عدت انت اللي يلا تعودوا عامل نحن شوابي وانكر قول تعود انت من نفسك ما قد تتجاوز هذه الروايه اللي تعتبر اخلاق معناه انك لا تحرص شمل الشاشه وتشوف عليهم كلامهم هاي النقطه الاولى النقطه الثانيه انا والله ما قد ترصفت عليك قد علقت لك تدعي لي حرق بي ابوك ابوي وامي تحت التراب وقطع عني ما قد نجامل لك انت عليهم ولا انا بقى نطلص فيك لساني ودوني منهم عدل البث ما انا عارفه في روايه ما ذكرها بين معدل البث ما علمني به مولانا وبات قلت لي معتذر منكم نيه رجاج قد سميت راعي الشباب خرسوا كويت واضح لا ماش التعتذر راجل انه الموريتان سنتري وطيب شفت انت طيب فوق القارات حق ازرق معدل اصلا ما خلقت الوسائل التواصل الاجتماعي علي المخبر انت قاعد علي هناك لا يقول احمر انت ازرق طيب الساحل معرفه بالزروقيه صنتي ما يعني لهم حد بالعقل بهم اللي معرفه كلهم يوكل اللي ندقلوا لهم واضح لك انت تالي جابك مولانا راجل بالرئاسه ده واضح تطمح طموحك وسيسبوك انا بعد نتريالك اخوك اصغر منك
انك اذا قديت تمحيح عنك امحيح عنك حمد. ما خليك تلقى حمد لا يطلع حد اخر حمد حمد لا يطلع حد اخر بيراني مجالك افتح لي صنعت لي رانا سمعنا رانا سمعنا رانا سمعنا رايك حمد مشكور موجه له الف تحيه من ذلك من برواضه. ثانيا قضيه شقلاته سيد الرئيس سيد الرئيس شقلاته تاريخه هو حر يتكلم فيه سيد الرئيس قلت طلعوا لك محمد بويه بوي الله والله اي والله ما خير ذاك ما طلع لي حتى ايه وزين لا قاعد لا لا اللي في الرويبضه من اللي ينفع من الرويبضه اخوتي انت مشعور سيد الرئيس عالم ولاد انت يا اخي الا مشعره وطنيه سيد الرئيس يا اخي تكيس معي الحلقة تاكل عد الرويبضه روح احمد راني داعم ادخل البرلمان ما عندي مشكله عارفين حمد انا ردك حمد بويه تلفن لي دورني طلعوا